ضيفنا النهاردة محب وعاشق لمصر، قال عن مصر: حبي لمصر متأصل في ضلوعي، بلد مبروكة، بلد الأنبياء والرسل، الله يحفظ هذا البلد المبروكة أرضا وشعبا. عندما نزور مصر القاهرة وأي جزء من جمهورية مصر العربية نشعر كأننا في دولة الإمارات، في البيت وبين الأهل. حان الوقت لتستعيد مصر مجدها. هو سفير لدولة الإمارات العربية، يرفع علم دولة الإمارات فوق كل مشروعاته في 4 قارات: آسيا، إفريقيا، أوروبا، أمريكا. العاشق لمصر العصامي، قصة نجاح من موظف في شركة للإنشاءات إلى واحد من أكبر وأشهر رجال الأعمال، 53 عاما من النجاح. هذه الليلة حوار اقتصادي، سياسي، رياضي، فني، إنساني. برحب برجل الأعمال الكبير والمعروف السيد خلف الحبتور. أولا تحياتي لحضرتك ومتشرف بوجود حضرتك معانا. شكرا شكرا يا سيدي، شكرا. لا شك اني انا احب مصر حب وغرام، واحبكم كثير. الله يحفظك طول عمرك، يحفظ مصر وشعبها وارضها وترابها وبحرها باذن الله تعالى. خلينا سيد الحبتور نبدا من كلام حضرتك قبل عده ايام عن دعوه لاطلاق عمله خليجيه موحده بالتعاون مع مصر والاردن. ماذا عن هذه الدعوه؟ وإزاي نحقق هذه الدعوة وشكل العملة المقترحة وقيمتها؟ وليه هذه الدعوة في هذا التوقيت؟ دعوة طال عمرك في هذا التوقيت مهم جدا، ومن زمان أنا أفكر فيها هذا الموضوع. العملة مهمة جدا أن نكون نحن قائمين وعندنا القدرة في مجلس التعاون الخليجي والخبرة الكبيرة في نجاح الاقتصاد إن كان في الداخل وفي الخارج. لهذا السبب زيادات الفوائد اللي عملوها في أمريكا، ودائما الضغط علينا بالدولار الأمريكي، هذا يأثر على اقتصاد أي بلد. أنت إذا زادوا عليك الفوائد في البنوك، العالم كله ما برايح تأخذ قروض من البنوك، مش رايح تعمر، ما راح تستفيد. على بيخف الاقتصاد في الاقتصاد والعمل. لهذا بعدين إيش بتخسر؟ شباب وشابات وموظفين بتمشيهم من كثر الفوائد، لانك ما تقدر انت تدفع الفوائد. والعالم طال عمرك هو الاقتصاد اللي هو الدم في عروق الانسان. نعم. والاكسجين المال والاقتصاد والحركه. نعم. انا ما اؤمن بشيء اسمه انفليشن، ما اؤمن فيه. اذا كانت انا عندي اقتصاد قوي جدا. نعم. وماشي والناس كلها تعمل، وهذا مول بالماء، هذا الانفليشن هذا لازم يكون يشل من القاموس. انا هذا رايي. التضخم عندنا شيء. التضخم. نعم. التضخم عفوا. نعم. هذا لازم يشل من القاموس. نعم. فكون هذا الاسم على اساس التخدير. انا اذا كان عندي انتاج مستمر ما في عندي تضخم. انا عندي في دوله الامارات العربيه المتحده شغالين 24 ساعه في مشاريعنا. مش نحن كالحبتور. نعم. وغير الصغير والكبير ان كانوا من الامارات او خارج الامارات والمقيمين هنا المستثمرين شغالين 24 ساعه، والحمد لله امورنا ممتازه، اقتصادنا قوي جدا، لان في شيء وضوح والتعاون بيننا وبين قادتنا. مدى مساهمه هذا المقترح بإطلاق عملة خليجية موحدة مع مصر والأردن في تعزيز اقتصاديات الدول الخليج مع مصر والأردن؟ إذا كانت عندنا عملة موحدة. نعم. نحن عندنا مثل ما قلت لك يا اقتصادنا في الخليج قوي جدا. جدا. نستطيع أن خلق هذه العملة، أن يكون عملة عربية خليجية مصرية أردنية في البداية. فيما بعد لكل حادث حديث. على أساس ما نعتمد على الدولار مثل الأوروباويين الحين. الأوروباويين اعتمدوا على شيء اسمه اليورو. على الجنيه. نعم. ما يأثر عليهم مثل ما يأثر علينا نحن، زيدوا نزلوا كذا، تمينا مثل إيش لعبة الشطرنج، وهذا لا يجوز. هذا الاستمرار احنا اقتصادنا، إذا كانت أمريكا اقتصادها تعبان وزارة المالية عندهم
تعبان وعليهم ديون تريليونز مش قادرين يسددونها، نحن ما نقدر نتبع هذول الناس اللي بهالطريقة. نحن نبغي نتبع ناس اللي هم أحسن منا، ويجب علينا نحن نكون واضحين جدا جدا. وهذا الموضوع مو صعب جدا إذا 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 أخذنا القرار. لا شك أن القرار صعب جدا في كل حاجة، نعم، بس ما إذا أخذنا القرار نقدر ننجح. إذا كنا مترددين على القرار ما بننجح. هل بصراحة جال حضرتك ردود أفعال عندما أطلقت هذا المقترح قبل عدة أيام؟ هل جات لحضرتك أي ردود أفعال من مسؤولين، من رجال أعمال، من خبراء؟ في 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 كان ردود من ناس كثير علقوا في الموضوع، من رجال الأعمال في الدول العربية كلها، وفي بعض الدول علقوا على هالكلام كله، بس كله كانوا متفائلين ومؤيدين في هذا. يمكن قليلين جدا جدا، وهذا لا يخلو الموضوع من واحد علق عليك انت كيف بتعمل وكذا، وهذا شيء بسيط. هذا احنا دائما مثل ما قال تفاءلوا بالخير تجدوه ان شاء الله. هل حان الوقت لاستبدال الدولار بالعملات الوطنيه في تعاملاتنا حاليا بعد الضغوط اللي بتحدث على الدولار ورفع اسعار الفائده في الولايات المتحده الامريكيه، وتاثير هذا الامر علينا في دولنا العربيه والدول الناميه؟ لا شك ان كل شيء ممكن، بس يجب ان يكون في دراسه علميه، يكون في مثل ما يقول رود ماب لمده معينه ان يجب علينا اعلانها، مجموعه من الخبراء في الاقتصاد من عندنا نحن، من كانوا من دوله الامارات، مجلس التعاون الخليجي، واخواننا في مصر والاردن، ان تعاون عليه. انا اعتقد بهذا مثل ما يقول ما يحتاج وقت طويل ان نقرر هذا، لان نعرف، انا شخصيا اعرف شو الخطوات اللي لازم ناخذها نحن، بس تعرف فيها تفاصيل كثير وامور فنيه، بس معروف هذا. وهم انا مش رجل خبير في الاقتصاد، انا رجل اعمال ادرس وافكر وانفذ، بس هم يمكن يدرسون. ما نريد نحن دراسه اكاديميه ما بدخلها في هذا. انا بعطي دراسه عمليه للرجال والشركات اللي نجحت في موضوع شيء الاقتصاد في عالمنا. هذا اللي اقوله انا. هل ممكن يبقى في توجه حكومي، توجه من رجال الاعمال في الخليج، وحضرتك واحد من اشهر واكبر رجال الاعمال، حول هذا الامر اللي هو استبدال الدولار؟ أنا شخصيا أنا ما عندي أي مانع أن إذا طلب مني من بلدي أني أدخل في هذه الدراسة فأنا مستعد، بس من زمان هي بعض الدراسات وبعض الأفكار، خلينا نقول الأفكار بدون ما نقول دراسات، نعم، عشان ما نرتبط في كلمة دراسات، أن هذا من المفروض من زمان نحن نعمله، والحين ما في شيء أني والله مر الوقت وضاع الوقت، لا 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 لا، كل شيء له وقته، ويجب علينا الحين ان احنا ندرسه من مجموعه من الناس اللي هم يفهمون، عمليين وليس اكاديميين وليس دكاتره في الجامعات وليس في ناس عندهم خبره كيف ناجحين، كيف نجحوا بلدهم وبلدهم ناجحه. هذا اللي اذا تريد العمله او اي خطه اقتصاديه تنجح، هذا رايي. حضرتك ذكرت في مارس 22 قلت الآتي: مصر تسير على الطريق الصحيح، ومتحمس جدا لمعرفة إلى أين سيقودها هذا المسار. ذكرت حضرتك ذلك في مارس 22، هل ما زلت حضرتك عند هذا الرأي أم غيرت هذا الرأي؟ لا، أنا دائما مع مصر. ما في طال عمرك، ما في حدا دائما يسمونه بالإنجليزي في توربلنس، مثل في الطياره في احيان في الهواء تسل، وهذا او هذا في كل عالم يحدث اي شيء، بس انه يحتاج دائما دراسه عمليه. وانا دائما اقول اذا انا علي ضغط مالي يجب اني اعمل ماي كاش فلو. الكاش فلو هذا لازم احسبه بعد 7 سنوات، 7 8 سنوات، 10 سنوات، كم بيكون علي دين، وافكر اليوم هذا كيف اسدد الدين. واعطي الاولويه، من الأولوية يجب علي أنا أن ما تكون ضغط على أكتافي وعلى صدري وعلى تنفسي، يجب علي أن أخططها، أكون مرتاح أنا والإدارة عندي، وهذا اللي أنا أعمله في شركاتنا وناجحة. العمل طال عمرك إن كانت دولة أو مؤسسات كبيرة في العالم هي نفس الشيء،
فيها دوائر مثل ما قلت وزاره الماليه، في الدائره الماليه، وهكذا اذا خططنا نحن امرار يجب علينا ان ندير كل شيء كانك تدير شركه كبيره جدا جدا، وتختار لها اللي هم عندهم خبره وناجحين في حياتهم ان كانوا من الداخل او من الخارج. الاسبوع الماضي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس لاجتماع المجلس الاعلى للاستثمار في مصر بعد اعاده تشكيله الجديد، وكان هناك العديد من القرارات، 22 قرار سيادة الرئيس يعني كلف الحكومة أنها تخلصهم لجذب الاستثمارات. كيف تابعت هذا الأمر وتأثير هذه القرارات على الاستثمار، وحتى حضرتك باعتبارك واحد من أكبر المستثمرين ورجال الأعمال؟ أنا يا سيدي درست وقدمت عدة مشاريع في مصر، مشاريع اللي هي بتكون بوابة للمستثمرين العالميين لمصر. بس تعرف انت كل واحد، ما تلوم الانسان ولا تلوم الحاكم او المسؤول او رئيس الوزراء او وزراء ان يقول لك والله هذا مو مرتاحين. ما بس انا قدمت مليارات الدولارات افكار ومشاريع، وهذا الكلام الي من مده طويله، وكان عندنا اتصالات قويه، بس لربما صراحه ما جانا جواب، وبعدين نحن كتبنا واعتذرنا بسبب انه ما نريد بعد مثل ما قال نثقل دمنا عليهم، وهم يعرفون مصلحتهم اكثر مني انا، لاني انا محب لمصر واريد اعمل شيء، ولا اريد اني والله يمكن هم يعرفون مصالحهم اكثر من خلف الحبتور. لهذا السبب اني انا شويه سكتني، انا جلست عده مرات مع المسؤولين الكبار وما وجدت ان فيه اللهجه او اللغه اللي نتكلمها ان نقدر نوصل الى حل. هم عندهم مشاريع ضخمة الدولة ما شاء الله وناجحة جدا، ونتمنى لهم التوفيق في الانفراستراكشر، في البنية التحتية وغيره، لربما هم يعطون الأولويات لهالشيء. أنا أعتقد الاستثمارات يجب أن ينفتح على موضوع العالم كله، اللي هي مو فقط تبني عمارة وتبيع شقق، هذا مش استثمار، هذا الواحد يأخذ فلوس المصريين ويروح، ده تطوير تطوير عقاري مش استثمار. إيه التطوير العقاري، طال عمرك أي شركة من العالم بتي تسوي تطوير عقاري بتبيع البيوت هاي والشقق وبتاخذ الفلوس كلها وبتحولها برا، ما بيستفيد المصري منها ولا ما في تخلق عمل لهم مستمر. انت تبغي تعمل مشاريع اللي هي الاستمراريه، تخلق عمل للشباب المصريين من جميع الاختصاصات، او حتى اللي عنده ابتدائيه او ثانويه يشتغل فيها. هذا الشيء اللي انت يجب عليك. سيد حبتور، حضرتك كنت هتضخ اموال في الاقتصاد المصري واستثمارات بقد ايه، والمساله وقفت فين؟ يعني حضرتك تحدثت مع مين؟ وايه نوعيه هذه المشروعات؟ لا هي ما اريد اقول وقفت وهذا، بس تعرف انت انا اقول يمكن الدوله عند عده ارتباطات وعند ضغط، ولا الومهم، واجت عده هذا، واجى بعد الصيف والسنه الماضيه وسافرنا ورمضان وسافر هذه الاشياء. انا ما اقول بصراحه انهم، حتى انا عندي في شغلي وفي شركاتي في اولويات. نعم. ما اقدر اني اقول اولويه ادرس المشروع الفلاني او انفذ في شيء من الاولويات. هم عندهم اولويات المسؤولين، والمسؤولين كلهم لهم اهميه الحقيقه، وفاهمين شو هم اللي يريدونه. لربما انا الافكار اللي قدمتها ما يريدونها في الوقت الحاضر، لربما ان يريدونها في المستقبل، ونحن املنا كبير ان نحط يدنا في يد اهلنا واخوتنا في جمهوريه مصر العربيه، ان كان في القاهره الجميله والمبروكه او حتى في المناطق الاخرى مثل الساحل الشمالي او غيره. هل بنتكلم على استثمار سياحي، بنتكلم على عقارات، بنتكلم على سيارات، بنتكلم على انهي مجالات؟ لا انا استثمار كان مشاريع اللي هي انا سميتها بوابه الاستثمار لجمهوريه مصر العربيه. الحين بقول لك اياها بصراحه لان عده تفضل. اول شيء عملت مشروع مهم جدا كان في ارض المعارض، وقدمت بدون ما سئلت، انا وقدمت للمسؤولين من زمان ولا جاني جواب، قلت خلاص هم مشغولين خلينا ننسى نحن ولا دارت. بعدين عملت دراسه بيكلف فوق 6 مليارات دولار لمشاريع بتكون مقيم وليس للبيع والشراء. تصور هذه الأرض هي حوالي 1 مليون متر وشيء مربع،
نعم قلنا بنبني على المشاريع هاي كلها يمكن 8% من الارض، وكلها بتكون لاندسكيب ومياه وانهر وقوارب وهذا. وكأب صراحة انت لو من الطيارة درست، انا من الطيارة وانت بتنزل في مطار مطار القاهرة بأمر الله تشوفها قدامك، هي تقول لك اهلا وسهلا تفضل تعال استثمر تعال اصرف. وجلسنا مع الحكومة وأدعونا الحقيقة واستقبلونا استقبال طيب وتكلمنا وياهم، وبعدين أظني عندهم أولويات وهذا، وأنا ما ألومهم في الموضوع لأن كل واحد عنده أولويات، بس كان بيكون مشروع من أعظم المشاريع في مصر. وحتى على أساس قلنا لهم أنا عملتها هذا هدية مكلف ملايين الدولارات، هدية تريدون نشتغل وياكم تحت أمركم، ما تريدون أنتم فكروا فيها وخبرونا. سيد حبتور، إيه العقبات بصراحة اللي هي بتواجه أو ممكن تخلص يعني أي مشكلة أمام أي مستثمر وتساعد على جذب الاستثمارات إلى مصر؟ والله يا أستاذنا الكبير، هذا لا ما ينقال بقى التلفزيون. هذا لازم نتكلم مع رئيس الجمهورية على الموضوع. تحدثت قبل كده مع السيد الرئيس وقابلت السيد الرئيس قبل كده؟ نعم قابلته وكانت جلسة جميلة جدا، والسيد الرئيس الحقيقة له تقدير والاحترام وعنده صاحب قرار وعميل. بس تعرف ما نريد بعد نثقل دمنا على السيد الرئيس، عنده 1,000,000 ضغط وشغل، ما نقدر نلومه كل حاجة نروح نخبره عن كل شيء. حضرتك بتشوف مستقبل الاقتصاد في مصر بتشوفه ازاي في ظل تداعيات اللي حصل في العالم والتأثيرات اللي حصل في العالم؟ خرجنا من كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراته على المنطقة وعلينا تحديدا، بتشوف الاقتصاد في مصر مستقبله ايه؟ الأسواق الكلة هي، شوف بقول لك شيء، نحن كنا دائما نطلع إلى الغرب، إلى أوروبا، إلى بريطانيا، إلى أمريكا، في جميع الأشياء، إن كان في الطب أو في العلم أو كيف يسيطرون على الوباء وكيف الاقتصاد. طلعوا في الأيام أن نحن في دولة الإمارات، أتكلم عن دولة الإمارات، أن نحن أحسن منهم في موضوع الكورونا، نحن ضبطنا الكورونا، وأنتم نفس الشيء في جمهورية مصر العربية عرفتوا، ونحن الحمد لله نجحنا نجاح هذا اقتصادنا نحن. حتى ايام الكورونا في القفل، يوم قفلوا المطارات وقفل بعض هذا، في اجزاء كانت تشتغل عندنا، انا كنت اداوم في المكتب يوميه انا والمدراء والموظفين وهذا، ما عدا الموظفين الصغار لان الهوتيلات سكرت. كان عندنا الحمد لله تعلمنا كيف نشتغل وكيف ندير وكيف اللي هي يسمونها مانجمنت كرايسيس، كيف نديرها، كيف مثل الهم هذا اللي جانا، والحمد لله نجحنا فيها وفزنا بنتائج. نحن نتائجنا مجموعة الحبتور في السنوات اللي كانت فيها كورونا أحسن من 2019 وأحسن من 2018، ولأن القوة الاقتصادية الموجودة والتعاون بين الحاكم ورجال الأعمال وهذا، حاطين يدنا بيد لإنجاح هذه الدولة الجميلة العظيمة الناجحة، وهذا نجاحنا. كل شيء واضح عندنا، ما في شيء عليه لون رمادي، لا كله واضح بيننا وبين المسؤولين، كل شيء اللي نريده يقدمون لنا اياه. الدعم ما اقول لك يعطونا فلوس، لا ما حد يعطيك فلوس في دوله الامارات، يدعمونك ويشجعونك يخلونك عندك الراحه النفسيه تشتغل انت وتنتج. بتشوف المشروعات اللي في مصر ازاي؟ البنية التحتية، مشروعات القومية من أول العاصمة الإدارية الجديدة إلى العالمين، إلى مشروعاتنا في حتى في الزراعة، بنستصلح حاليا أكثر من 3 مليون فدان زراعة في توشكا في الدلتا الجديدة، بتشوف هذا الأمر ازاي؟ أنا شفت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد ويحفظ مصر. أنا شفت في التلفزيونات المصرية كيف المشاريع الضخمة، وخاصة اللي عجبني أكثر شيء اللي هي الزراعية، الزراعة، القمح، أشياء هذا، والله العظيم أني أعجبت بهذا، وأن نفسي وارتحت نفسيا، لأني هذه بلدي، ارتحت أن في عالمنا فيه اهتمام في شيء اسمه زراعة واهتمام بالزراعة، شيء يفرح، هذا أولوية له، وهذا شيء يرفع الرأس، وأن أشياء هذا حتى بيتقدم على بعض الدول الأوروبية اللي هم
ينتجون ويزرعون القمح، هذا يرفع الراس الحقيقة. فحضرتك شرف شرف كبير. المشروعات الزراعية حضرتك بتقول إنها في غاية الأهمية، دي اللي حضرتك نعم يعني نعم بتركز عليها. ما في شك. لا انا ما باختصاصي، هذا مش اختصاصي انا، ما نعم اتدخل بس هذا الدوله اللي عملته هذا يرفع الراس، شيء مهم جدا جدا ويرفع الراس الحقيقه، وان له اهميه قصوى، يجب ان نعمل له تسويق عالمي، مو بالتلفزيونات المحليه، لا اعلاميا في الخارج، ان ما شاء الله الشباب المصريين يعرفون كيف يعملون ماركتنج وبروموشن للامور هاي كلها. اي مستثمر بيروح اي بلد، لو انا بتكلم على مصر، ايه اللي بيحتاجه الاول، او ايه اللي بيبص عليه الاول، او ايه اللي بيشوفه ان انا اروح في هذا في هذه الدوله استثمر او لا؟ ايه هي ايه الحاجات اللي حضرتك بتبص عليها؟ اول شيء انا من خبرتي او هذه وهذا مبدئي انا في الحياه، اول شيء اللي هو دخولك الى البلد. اذا كان دخولك سلس، خلينا نقول المطار مثلا سلس، فهذه بدايه طيبه، هذه بتكون بدايه طيبه. بعدين تروح، انت ما تستثمر في بلد في رايي انا الا اذا كنت تقدر توصلها ببساطه وتحبها وتحب شعبها، والا لا تستثمر في بلد اذا ما تحبها ولا تحب شعبها. وهذا هو بداية اللي نسميها اللي هو الورم اب، هذا هو كيف انت تعمل ورم اب قبل ما تروح تلعب تنس. نعم، نعم، دي أول حاجة. ومصر موجود، ومصر موجود فيها الوجوه الطيبة والكرم والخلق موجود فيها، إيه بس تاني؟ بده يعني شوية، بتبقى محتاج بده إيه تاني؟ شوية حركة. محتاج إيه ها تاني؟ يعني غير حركة بنحتاج إيه كمان؟ القرار، القرار، تبديل قرار. قرار، ويردون عليك المسؤولين. يا سيد الكريم، نحن عندنا هنا، انا اذا بعمل مشروع او فكره، الحين مثلا عملت انا الحبتور سيتي في دبي، ما ادري اذا شفته، ان شاء الله بتشرفنا. اجاونا مال ار تي اي اللي هي اكبر مؤسسه في العالم، ار تي اي عندنا اللي هي مؤسسه الطرق، ولا اجونا كلهم رئيسها، كلهم يقولون شو اللي تريمون، اللي تأمرون شو بالخرائط بالدعم، وهم 24 ساعة كانوا عندنا، نحن ما رحنا لهم. الحين مثلا اتصل في البلدية إذا عندنا شيء، خلي حد يتصل في رئيس البلدية، بيجي بنفسه بيعمل لك اللي تريد، يسوي كل الدوائر عندنا، دائرة الأراضي، دائرة قائد الشرطة، إذا تريد شيء كلهم يخدمونك لمصلحة، لأن هذا حب وغير على بلدهم، يخدمونك. اي ما بالله انا كخرب، لا لا لا، كل واحد يخدمونك ويسهلون امورك. هذه مهمه جدا جدا جدا، ان هناك شويه يتحررون عن كراسيهم، يهمون شويه. اللي هي حضرتك بتقول البيروقراطيه لازم، وده اللي يمكن سياده الرئيس في اجتماعه الاسبوع اللي فات عمل الاجراءات اللي سيادتك بتتكلم عليه، اللي هو انهاء الاجراءات خلال بالكتير يومين ثلاثة أربعة بالكتير، كل الإجراءات، ده اللي بيتعمل حاليا في مصر أو اللي إن شاء هيتعمل. الله نتمناه، نتمناه. نحن قدمنا، بعطيك مثلا مثل بسيط. جينا نزلنا في عدة مرات في يسمونه مزاد، مزاد، نزلنا في مزاد من الكثر السنة في موضوع المريديان هذا اللي هو في قرب بيتي أنا في القاهرة في العروبة. ونجحنا فيه وفزنا. قالوا والله لا، نحن مو بهذا السعر، زي انتوا الحين ست شركات نزلت فيه وما نجحتوا. المهم انه ما قبلوا، يريدون فلوس وهذا اكثر، ومشونا. المهم مرت الايام، اتصلوا فينا قالوا في ارض جميله جدا في العروبه، وانا افكر فيها اشتري في العروبه بالمزاد. نعم. على اساس ابني هوتيل حسب القانون الكثر دور. زين، نزلنا في هذه في المزاد وفزنا فيه بعد، الحمد لله رب العالمين. قالوا اوكي ادفعوا لنا كذا، قلنا لهم ادفعوا لهم الكدر، الممثلين عمال يعني. نعم. دفعوا لهم المبلغ اللي يريدونه، وما قالوا اعطونا 3 شهور، قلنا لهم على شرط تطلعوا لنا رخصه الهوتيل وتطلعوا لنا الملكيه، لانه ما نقدر نركض شرق وغرب. نعم. هذا شرطنا نحن. المهم، وهم بنك حكومي مش بنك جاي من برا. نعم. من المفروض لازم لهم. نعم. 3 شهور، بعد 3 شهور قالوا والله ما قدرنا ناخذ الموافقه.
بسبب هذا الطريق يجب انه ما يكون في بنايات ولا ينبنى في شيء. قلنا له مكتوب القانون في 4 ادوار 5 ادوار، كيف ما ينبنى فيه؟ وفي هوتيل المريديان موجود 6 ادوار، ما اعرف سبع طريق ادوار صلاح سالم. صلاح سالم العروبه. العروبه. نعم العروبه. في عندي بيت انا هناك، لو كان يسمى قصر الملك فيصل رحمه الله عليه، بيت هو، وفي مستشفى، ما اعرف نسيت شو اسم المستشفى ولا كل. قالوا لا والله ما اجت الموافقه، او رجعوا الفلوس. رجعوا الفلوس. بتشوف اللي حضرتك النقل، ان احنا النهارده التطوير اللي حصل، بنتكلم على النقل الحديث او اللي هو بنتكلم على المونوريل، بنتكلم على القطار السريع، بنشوف حركه النقل ومساعده اي مستثمر النهارده. لو بنتكلم على بنيه تحتيه محتاجها، كهرباء عندنا متوفره، بنصدر، غاز موجود، شبكه نقل حديثه، بتشوف هذا الامر بيساعد في حركه الاستثمار ولا لا؟ 100% هذا اساسي. هذه هي البنيه الاساسيه لكل اقتصاد وكل شيء. هذا ما في شك. العمل اللي عملوه الحكومه المصريه في موضوع الطرق والجسور وقناه السويس، وهذا شيء الحقيقه يرفع الراس. انا رحت نعم القاهره الجديده عند الجامعه الامريكيه، هالمشاريع المعموله جميله جدا، الطرق جميله، الشوارع كلها الامور صحيحه، شيء تشجع اي انسان. بس تريد حد يعمل دعايه، يعمل دعايه، يقول تعالوا تفضلوا تفضلوا تاهلا وسهلا فيكم، تعالوا نحن بنفتح ابوابنا وبندعمكم وبنساعدكم بدون ما تتعبون، جيبوا بس فلوس. محتاجين دعايه اكتر، استقبال، تسويق. عاوزين استقبال، استقبال، ان يستقبلك، يقول لك تفضل تعال بنفرجك، شو اللي تريده؟ نعم. ما تقدر تشوف الانسان، هذا 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 غير طبيعي. ايه اللي ممكن يعني تتمنى تنفذه في مصر؟ ايه اللي في دماغ حضرتك وافكار حضرتك تتمنى تنفيذه على ارض مصر؟ انا عملت دراسه و شافوها بعض المسؤولين، نعم، اللي هي من الكليه الحربيه او العسكريه، حتى اخر صلاح سالم. قلت انا بحول هذا الشارع، من الشارع هذا الموجود حاليا، بحوله الى اكسفورد وفيفث افنيو، الى جنه الدنيا على الارض، كهديه دراسه من عندي انا، وعملتها وقدمتها لبعض المسؤولين اللي زاروني في المكتب، ناس محترمين جدا، وشرحنا لهم اياها واعطاك انهم هذه هديه درسوها لجمهوريه مصر. هذا المشروع اذا صار الحقيقه بيكون اكبر بوابه، في اهم من لندن واكسفورد وفيفث افنيو برلين، وهذا لان فيها ما شاء الله مصر الخير، فيها كل شيء. ما تحتاج انت اذا عملت هذا المشروع، ما تحتاج لقروض ولا شيء، انت تقدر تسدد قروضك النو تايم. هذا اقتراحي ورأيي. لما حضرتك بتزور مصر وحضرتك موجود ولحضرتك بيت في مصر، وتتجول وبتقعد على المقاهي وبتتجول في المولات، وبتشوف مصر الان ازاي وقبل كده ازاي؟ ايه الفارق اللي حضرتك بتشوفه حاليا؟ لا والله ما مصر كثير تطورت، المولات الجميله. انا دائما اروح مثلا امشي اول شيء في منطقتنا في العروبه الصبح، هذا بعد ما افطر بكير، نعمل رياضه شويه، وبعدين نروح للالماس، المول الجميل هذا في الماس، واحيانا نتغدى في بعض المناطق عند الجامعه الامريكيه، وبس غدانا نحن الساعة 12 الظهر. الغداء تبعي أنا الساعة 12. نعم. نطلب المطعم يعمل الغداء يكون جاهز 12 بالضبط، نروح رأسا. حضرتك قلت قبل كده في تويتر إنه ومعاها فيديو، المقاهي في مصر أفضل من أوروبا. إيه عفوا؟ حضرتك قلت، كتبت في على تويتر انه نعم، في جوله مرفق بها فيديو، ان المقاهي في مصر افضل من الموجوده في اوروبا او قريبه منها.
أنا تكلمت عن موضوع الفكرة الجميلة جدا جدا، لأن هذا نعم. خلف بيتي آه في كوبري وعاملين تحت قهوة قهاوي. آه محلات هذه لأول مرة أشوف، هذه من أجمل القهوة في حياتي. استغلال الكباري. دائما استقلال، دائما أروح هناك نشرب قهوة أو عصير أو ماي أو هذا، ونقضي وقت جميل، نشوف اخواننا وشبابنا المصريين هناك ما شاء الله عليهم، وبعدين مشي من البيت للقهوة. هاي نشاط حضرتك في مصر سواء عمل اهلي وخيري، ايه اللي يعني شايف انه حاجه؟ طبعا طلبه في الازهر، او يعني شغل بتعمله بصراحه تشكر حضرتك عليه. طال عمرك هذا واجب، ان واحد يحس ان اذا كانت بلدي مصر في حاجة وأنا قادر أني أدعم ما بتردد فيها، وخاصة في موضوع العلم. نحن دعمنا هذا الشيء، نعم، نزهر ندعم الجامعة الأمريكية، عملنا سكولرشيب بمبلغ كبير لجميع الشباب المصريين اللي هم خارج القاهرة، مثل في أسوان وفي المناطق هذه اللي هم في حاجة ماسة إلى حد يدعمهم. والحمد لله الأمور ماشية ممتاز جداً، ودعمنا كذلك بعد قسم الهندسه في جامعه القاهره، يوم كانت الهزه ظني ما ادري ايش وقع هذا بني ها نعم تفضل. ايه، وبنيناه اللي هو مقدمناه، وهذا واجب طال عمرك انه واحد بلد اللي يجب ان يوقف وياهم. مصر دوله الامارات العربيه المتحده والراحل المغفور له الشيخ زايد اوصاكم واوصى الشيخ محمد واولاد الشيخ زايد بمصر. رحمة الله على الشيخ زايد، رحمة الله وادخل فسيح جناته، ويرحم الله الشيخ راشد ويرحم فسيح جناته. الله عوضنا بالشيخ محمد بن زايد، رجل وطني درجة أولى ومحب لأرضه وعروبته وأهله في مصر وفي كل الدول العربية، وللإنسانية وللخدمة إن كانت خارج. هذا مبدأنا نحن في دولة الإمارات، ما نفرق بين الأديان والألوان ولا القوميات، نحاول ندعم أي حد نستطيع أن نقوم بدعمهم. هذا مبدأنا تعلمناه من أبائنا وقادتنا. بتشوف العلاقات بين البلدين وبين الرئيسين، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد، بتشوفها إزاي وحضرتك واحد من أكبر رجال الأعمال ولك علاقات ممتدة في الإمارات وحول العالم؟ أنا أعتقد أن الموضوع مو علاقات، هذه الأخوان، هذه الأخوان أشقاء، هذا اللي نشوفه نحن، وهذا الواضح من بين الشخصين، ونعرف أن الطرفين كلهم واضحين، ما في مخبى شيء، لا واضح، أكيد العلاقة قوية جدا، ويعتبرون أن أشقاء وأخوان من دم واحد بإذن الله تعالى، وهذا كنا الشيء اللي نتمناه واللي يريح. خلينا نبدأ مع حضرتك، نعود لجانب مهم في حياة حضرتك. حضرتك بدأت هذه المؤسسة العملاقة والأصبح لها اسم كبير ما شاء الله، ممتدة في آسيا، دولة الإمارات، بنتكلم على لبنان، مصر، بنتكلم على النمسا، بنتكلم على المجر في أوروبا، بنتكلم على بريطانيا، بنتكلم على الولايات المتحدة الأمريكية. بداية حضرتك كانت إزاي وكيف وصلت لهذا الأمر؟ مسألة إنه العمل ثم العمل ثم العمل، كنت بتفكر يكون عند حضرتك فندق ولكن أصبح اليوم سلسلة من الفنادق. أنا أؤمن بشيء، ما في شك أن في العمل والنشاط يحتاج إلى حظ والوقت المناسب، ورضى الله سبحانه وتعالى والنية الطيبة. أنا ابتديت، ما في شك أنه ما كان عندي حتى قرش في جيبي، وابتديت بداية تدربت في شركة مقاولات محلية مع محمد سعيد الملا رحمة الله عليه، وكنت علمت نفسي بنفسي. أنا ما كملت دراستي، أنا طلعت من المدرسة حبيت أني أرافق أبوي وأخوي محمد أن نروح عند الرجال، ودائما أنا بصغري ما كنت ألعب مع الأولاد، دائما أحب الوالد وشقيقي محمد نطلع، وهذا نعم كلنا هذا عند رجال الاعمال، ما كان ابوي تاجر نعم ولا اخوي محمد، بس عندهم علاقات قويه طيبه، ونصير نجلس نتعلم، وهذه البدايه كانت
تدربت عند الملا، وبعد قلت له انا خلاص انا اريد عملي شغلي خاص، قال لي توكل على الله. ورحت انا بدون اي راس مال، ابتديت الخطوه الاولى والثانيه بدون اي فلوس، تلقيت جبت واحد مهندس مصري وواحد اداري فلسطيني، قلت لهم تعالوا انتم مطرودين من الشغل وانا ما عندي شغل، بعمل شركه واشتغلوا معي بس بدون راتب، يوم نعمل فلوس اذا عملنا فلوس كل واحد بياخذ القسم منه في البدايه. قالوا خلاص نحن نثق فيك وبنشتغل وياك ونتوكل على الله. رحنا واستاجرت انا مكتب. نعم نعم استاجرته مكتب. نعم مكتب عند رجل اعمال معروف بدبي، قلت له نفس الشيء. رحنا انا واخوي محمد، لانه هو كبر اخوي محمد اغلى، قال خلاص ما عنده شيء بيستاجر، ويوم بيطلع عنده فلوس بيدفع. قال خليه يتوكل على الله ياخذ المحل. اخذت غرفتين مكتب، غرفتين اللي هي غرفه نوم المفروض تكون ومجلس. حولت لي مكتبين، انا عملت لي انا مكتب بنفسي كاني مدير وانا ما عندي شيء، جيب فاضي. والحمد لله ابتدينا الخطوه الاولى والثانيه والثالثه. بعدين دعم قوي جدا فيما بعد كان من الشيخ راشد رحمه الله عليه، عرف النوعيات اللي انا اشتغلت فيها عشان ما اطول الكلام. وامر اني انا اعمل المشاريع الكبرى، مثلا عندك المستشفيات في دبي الحكوميه انا اللي بنيتها، مطار دبي انا اللي بنيته، برج العرب انا بنيته، نادي الضباط اللي هو اهم مشروع ضخم جدا واهم مشروع هندسي في العالم، اكبر من اوبرا سيدني في موضوع السقف، السقف 33 الف متر مربع بدون عمود. هذا كان دعم من المرحوم الشيخ زايد رحمه الله عليه، وفي دبي كله من الشيخ راشد والشيخ محمد اللي هم اعطوا الثقه في دعمي في هالمشاريع. وما مش موضوع اني فقط كذا، لا، يعرفوني اني بقدر انا اقدم لهم نوعيه عاليه وباسرع وقت وبقيمه معقوله. لا يمكن البداية. بنحب البدايه، وحضرتك طبعا وصلت لهذه المرحله، اداره مجموعه لها اسم على مستوى العالم النهارده من بدايه بسيطه جدا، وحضرتك بتفتخر بهذا الامر طول الوقت. الحمد لله رب العالمين. دائما انا عندي احب اركز، انا ليش الحين مركزين كله في الامارات؟ ان اعمالنا في دبي، لان دبي اقتصادها قوي جدا وارباحها احسن من اوروبا واحسن من العالم كله. بس كانت نوع من الهوايه احيانا، نوع من الهوايه والعشق. نعم. الواحد يمشي في اوروبا، نعم، يشوف له، انا من نوع مما اللوحات، يشوف له مثلا جاكيت حلو، بنطلون كذا، هالشيء كانت هوايتي. وجدت هذه المشاريع، انا هالهوتيلات الجميلة واشتريتهم، وشفت في رحت شفت هوتيل اللي هو الامبيريال في فيينا، هذا امبيريال. نعم. كل عظماء العالم، كل عظماء العالم، نعم، كانوا ساكنين فيه. وعندي صورهم كلهم، من الملوك العرب والرؤساء العرب، نعم، والامريكان، نعم، حتى لو بقول لك حتى هتلر وموسوليني ساكنين هناك. كانوا نعم، بس ما نقدر نقول عشان اليهود ما يزغلون علينا. نعم، ده في النمسا، ثم المجر اعتقد برضه لحضرتك حاجات هناك، وامريكا كمان. المجر نعم، اخذنا هوتيل اثنين، الريتز كارلتون والانتركونتيننتال، وفي بريطانيا هيلتون ويمبلي. نعم. ويمبلي اخذناه بعد. وفي امريكا في سبرينغفيلد اللي هي عند شيكاغو هوتيل هناك، اشتريته لاني يملك يحمل اسم عظيم جدا للرئيس ابراهام لينكولن. نعم. فيما يتعلق به، كان ايضا من الحاجات البارزه علاقه حضرتك بالملكه اليزابيث، ويمكن بدات مع الاميره ان ربما بدايه، ثم الوصول الى الملكه اليزابيث، وكنت حضرتك كعائله، يمكن عائله السيد خلف الحبتور مع الملكه وعائلتها، ازاي هذه العلاقه تمت؟ مثل ما تفضلت، اول شيء كان علاقتنا مع الاميره ان كنا عملت هوتيل انا هذا، وخفت ما تماش وكذا،
بعدين فكرت في اني ادعي الاميره ان لان هي تحب الخيل، ومن الستات اللي هو تعرف تضبط الخيل احسن من الرجال، فارس بدرجه اولى. دعيت هي وزوجها مارك فيليب لانه يحب الخيول وكلهم، ويوم عندي والله قبل الدعوه وهذا، وسكنوا عندي حوالي اسبوع واستانسنا وياهم، وصار الاعلام اللي عندنا والاعلام الانجليزي وهذا. وبعدين دعوني انا الى بريطانيا حفله عند الاميره، وحضرنا هناك، كانوا اهم رجالات وسيدات بريطانيا كلهم هذيل اللي هم اللوردات وغيره، وتعشينا معهم. بعدين انا تعرفت على الملكه الله يرحمها، من افضل الناس اللي شفتهم في حياتي في الخلق والفهم، وسريعه البديهه وخفه الدم والذكاء. هذه وجبنا بتعرفت على الاهل كلهم الكبار والصغار، حتى الاطفال اجي اسلم عليهم. كان في علاقه يعني انسانيه، علاقه عائليه كثير معها، بس ما نقدر نشرحها كثير. علاقه عائليه كمان. نعم نعم، من اكثر المواقف، المواقف اللي هي ربما حضرتك كمان كنت في البطولات البول وفي التنس، وكانت الملكه تبقى موجوده وتبقى حريصه على انها تشارك في تسليم الجوائز، ايه اللي كان بيتم في هذا الامر؟ وحضرتك كنت دايما بجانب الملكه. طيب لا بحكي لك قصه جميله. كان هاك الايام في يوم ما ادري والله سنه، كان في كاس العالم، وكان الفريق الانجليزي الانجليزي مشارك. قلت له، اقول جلاله الملكه، اقول له المدرب مالهم مدرب ايطالي ولا يعرف انجليزي. لا عفوا عفوا، اول قلت له شفت المباراه كاس العالم؟ قالت فيليب جيب هالكلمه، قالت فيليب فتح التليفون وانا سكر التلفزيون وانا سكرته. قلت له ليه؟ قال ما احب اشوفهم. قلت له يا بس جلال الملكة، انت شفت المدرب، اقول الايطالي نسيت شو اسمه المدرب مالهم، ما اعتقد ان اللاعبين يعرفون الايطاليه، ايطالي هو يعرف انجليزي. قالت لا لا تهتم، قالت هم ولا يسمعون ليش يقول لهم المدرب. بعدين قلت لها اقول لها اللاعب كان اللي هو من اشهر اللاعبين شو اسمه؟ نعم كنت حك بت بت روني روني روني. اقول له جلاله الملكه روني انا سمعت عده مرات ما يعرف انجليزي، قالت كلهم يعرفون انجليزي. هل كنت بتناديها جلاله الملكه؟ كانت بتطلب حاجه تقول لها اسم اخر يعني، لانه وصل العلاقه طيبه جدا مع الملكه اليزابيث الراحله. لا في طال عمرك في بروتوكول. بروتوكول البدايه، اول ما تستقبلها انا استقبلها، اول ما توصل اسلم عليها ونجلس مع بعض. تقول لجلاله الملكه، بعد ما تجلسون تقول له مام مام مام. تقول له جاء بس. نعم تقول له مام. هل بتشوف انه الوقت بالنسبه لحضرتك ايه كرجل اعمال اداره لهذه المؤسسه الكبيره، الوقت بالنسبه لحضرتك سيد خلف الحبتور بيمثل ايه؟ انا الوقت عندي مهم جدا، انا عامل برنامج لكل شيء له وقته. نعم انا يا سيدي من النوع اللي ما اسهر، انا 9:30 انا صبح المغرب بالليل، 9:30 مساء مساء واصحى 4 فجر، اصحى 4 اقوم احلق واستحم وهذا، واصلي و5 انا تحت نازل اكل لي باباي يعطيك. و6:30 انا في المكتب، 6:30 صباحا في المكتب صباح ونص، بيبقى في موظفين 7:30. نعم في موظفين بيجوا 6:30 يجون. نعم يجون دايركت، ما مامورين، ما مامور راي عندهم. والساعه 7:30 كل الدايركتر المدراء الكبار يكونون عندي، نجتمع وياهم ربع ساعه ثلث ساعه اذا عندهم افكار، وبعدين اقول لهم يلا. نعم في الواحد وطريقه وسبيله. نعم وانا اجلس اخلص اجتماعاتي كلها الى قبل الساعه 10 اكون خالص من كل شيء، هذا برنامجي، واطلع اروح حبتور جراند عندنا اغير. نعم كنت العب تنس
بس الحين الحر في رياضة، في برنامج رياضي في اليوم. ايه ايه كل يوم لازم لازم نروح نلبس الشورت ونلعب تنس. تنس؟ ايه نعم. بتتغلب ولا بتغلب؟ مين لازم بيغلبك؟ اغلبهم، لازم اغلبهم، اذا ما غلبتهم ترددتهم. لازم تغلبهم. هذا المزح. نعم. نعم. لا تقبل، لا تقبل، لا تقبل انه حتى لو في الرياضة تتغلب. لا لا ما بي... لا لا امزح، لا لا بس. نلعب مع لاعبين عالميين، كل ما يلعب لاعب يجيني انا يلعب معي. نعم. وحد من الممثلين الامريكان كان مستشار الرئيس الامريكي اللي هو ريتشارد ميرفي، كان يتصل فيه يلعب معي تنس من زمان. نعم. بس هذه اروح المكتب العصر، مثل خلينا نقول الساعه 3. نعم. اجلس ساعه فقط، ساعه، وبعدين اتوكل على الله، اخلص شغلي اروح البيت. اولادي كلهم، قصدي بناتي واحفادي، وكلهم موجودين حولي، هذا ما، وارتاح مثلهم، معهم مثل الاكسجين، ارتاح ونضحك. ده اليومي، العيله كلها موجوده والاحفاد كلهم، كلهم انا بالنهم كلهم عندي في الكمباوند، كلهم معي. ما في حد برا. نعم ما شاء الله. بنتكلم على كام العدد اللي بيبقوا كل يوم بتشوفهم؟ عدد كبير ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. هل الله يحفظك. هو لين الساعة 6، الحين لازم لين الساعة 7 لأنه يذن المغرب الساعة 7 و7 دقيقة. نعم. نجلس نصلي المغرب، أتعشى 7:30، ونجلس حديث أو تلفزيون مسلسل أمريكاني أو شيء، وبعدين إلى السرير 9:30. بتلاقي وقت مع الأحفاد بتلعب معاهم، لأن هم الأحفاد يعني بالنسبة لأي حد فينا الأحفاد هم يعني رقم واحد. هم الأكسجين. صحيح. عندي وحدة بنت حفيدتي أنا مسمنا على أمي نورة. هاي كل يوم في حب وغرام ومشاكل بيني وبينها. بس مشاكل جميلة. نعم. كل صبح 7:30 تمر علي المكتب، وانت حطها على صدري، انت باوس وتدفشني بعد، تقول لي خلاص هاي شواربك شوي، تعمل لي حكه في رعبتي. ازاي؟ وتهددني اني اروح المدرسه. ازاي حضرتك بتدير هذه المجموعه الكبيره ومن دبي، وفي حركه حضرتك كمان في الطياره حول العالم، ازاي بتدير؟ وبنتكلم على اعداد موجوده لدى حضرتك قد ايه؟ كام عدد الناس اللي بيشتغلوا؟ نحن عندنا الاف، الاف من الموظفين، وعندنا نحن عملت خطه انا. كل شركه تدير نفسها، وكل شيء عاملين لهم نوع من المانجمنت ستراكشر ماشيين فيها. اكيد عندنا مدققين قوية جدا يقفون ويعطونا تقرير يوميا، تقريرات عن الشركات يوميا تكون عندنا. ما بس الحمد لله الخطه اللي حطيتها هو يا سيدي الكريم، اختيار نوعية الرجال صعب جدا جدا في شيئين صعب، اختيار النوعية والقرار. هذا اثنين صعب جدا ياخذ من الواحد الا اذا كان قلبه قوي. بنتكلم على حجم استثمارات مجموعة الحبتور، بنتكلم تقريبا قد ايه حجم الاستثمارات؟ استثمارات عندنا، ما نحن استثمارات ضخمة جدا عندنا، مشاريع مثلا انت لو انت انت نعم انت لو تجي دبي تشوف الحبتور سيتي بنفسها، وتشوف المشاريع فقط الفنادق، مثل عندك وولدورف، عندك الحبتور جراند، عندك البولو. عندنا في البولو ريزورت عندنا حوالي 540 فرس البولو، وركوب الخيل والقفز الحواجز، وهذا فيول فيول. نعم. هذا الشيء طال عمرك لأهمية كبرى وشيء ممتاز للبلد، ما كأنك أنت في الصحراء دبي، كأنك في جزء من أوروبا. سوري. بالنسبة لحضرتك إزاي الشخص يكون ناجح؟ يعني ومسألة التفاؤل والتشاؤم، هل بتؤمن بهذا الأمر؟ ناس لو حد جاي لك وهو متضايق بيكشر، أو ولا دايما عايز الناس تبقى عندها التفاؤل؟
لا انا اول ما تشاءم ما اجلس معه. اسمعوش لما تشاءم مستحيل اجلس معه بالمره. واحد كذا انا دائما متفائل واجلس مع المتفائلين والمبتسمين الوجوه السمحه، اما الوجوه غير السمحه احاول اني اهرب عنهم وابتعد، لان ما فيها دائما طال عمرك النجاح هو انك تمشي على دستور الله سبحانه وتعالى. نعم نعم بالله. انك تبتدي عملك الصبح بكير وتريح، ما تجلس تشتغل بالليل، نتيجة الليل ما في إنتاج. نمشي إذا ابتدينا نحن عملنا الصباح بكير وأنتجنا والساعة 5 روحنا بيوتنا عند أهلنا وتعشينا ونمنا بكير نقوم مثل حصنا الصبح. أما الواحد إذا بيسهر ما في أمل أن يقدر ينتج مهما كان، مهما كان ليكون إن شاء الله عبقري. علاقة حضرتك بالفن، ربما من كام يوم حضرتك كنت بتهنئ الفنان الكبير عادل إمام وكتبت تويتر تهنئة لعادل إمام. نعم. بتقول له إيه النهارده؟ صراحة عادل إمام نوعية غريبة جدا جدا، ومثل ما أعتقد يجي مثله في التاريخ ولا في الآن ولا في المستقبل. مثل الفنانين القدماء من ممثلين ومطربين، وهذا ما حد حل محلهم مع الأسف الشديد. نعم حل مع عن كلهم العباقرة والعظماء من الفنانين. نعم حضرتك قلت عادل إمام زعيم الكوميديا في العالم العربي، منح الملايين الضحكة والبهجة على مدى الأجيال. عادل إمام حالة فريدة وموهبة قدمت الكثير على مدى نصف قرن، فنان لا ينسى ولن يتكرر، ويستحق من التوقف في يوم ميلاده وشكره على إضفاء اللحظات من السعادة على حياتنا. كل عام والزعيم بألف خير. هكذا كتبت حضرتك قبل عدة أيام تهنئة للزعيم. صحيح صحيح. لأن أنت جيب لي مسرحية أو مسرحية في العالم كله، إن كان من الغرب أو بالدول العربية، مثل مسرحية عادل إمام. نعم شيء يصدق العقل. نعم أن إنسان يخليك هو على الأرض عيونك تدمع من الضحك والهذا. صحيح نعم تقع على الأرض. صحيح صحيح. قابلت عمر الشريف أعتقد قبل كده؟ عمر الشريف نعم قابلته مرات، وزارني في دبي وزارني في بريطانيا، رجل رحمة الله عليه، إنسان نوعية أخرى نوعية ثانية تماما. نعم أحد أيضا الفنانين الكبار الفنان عمر الشريف طبعا، ما في شك، انسان نفس كبيره وخلق من راس الى رجله كله اخلاق وطيبه وكرم. الكابتن محمود الخطيب حضرتك قابلته وكمان اديته درع، هل حضرتك بتشجع النادي الاهلي ولا كان يعني مجرد وجود الخطيب؟ لا تدخلني في مواضيع هذه. أنا والله زارنا الكابتن محمود الخطيب، رجل فاضل، واستقبلناه في المكتب عندنا هني مع مجموعة من الأصدقاء وشربنا الشاي والقهوة وتمنى له بالتوفيق. الواقع ما بين الغرب والعالم العربي، وده يمكن آخر سؤال عشان كمان نشكر حضرتك عشان وقت حضرتك وأنا عارف الوقت عند حضرتك. الديمقراطيات في الغرب هل هي حقيقة أم وهم بصراحة؟ أنا بقول لك عن خبرتي أنا، نحن ليش ناجحة دولة الإمارات؟ خلينا نبتدي ببلدي أنا. نعم نجاحنا إحنا أن في هذه السفينة قبطان واحد إلا هو الحاكم ورئيس الدولة، هم اللي ماسكين. أما متى ما يصيرون اللي هي الديمقراطية والبرلمانات اللي هذه، هاي ما تنجح. فشلوا الحين الغرب في الاقتصاد وفي كل الأمور الثانية. نحن الحمد لله عندنا في مجلس التعاون الخليجي وخاصة في الإمارات والسعودية ناجحين جدا ومتقدمين في هذا، ونحن عندنا واحد منا وفينا الحاكم ورئيس الدولة، منا وفينا، ما جبناه من أي بلد ثاني، ونحن مرتاحين نفسيا، وهم بيدعموننا ونحن حاطين يدنا بيد ومتعاضدين مع بعض للنجاح وحماية بلادنا. وهذا الشيء ما نريد أكثر من شيء نحن، ولا نريد انتخابات ولا نريد برلمانات. عندنا مجالس استشارية وهذه ماشيين عليها والحمد لله أمورنا طيبة ومتقدمين على الآخرين. سيد خلف الحبتور، كلمة من حضرتك لي
شعب مصر العظيم؟ شعب مصر العظيم، شعب الكرم، الخلق، الطيبة. من تنزل المطار، مطار الخاص، نحن ننزل مع الطيارة خاصة، نعم، خاصة بالقاهرة، لاستقبال الوجوه الطيبة من أول اللي هو يسوقك السواق لين يوصلك لين تطلع برا، وجوه طيبة. تدخل في القهوة، أي قهوة يرحبك، يخليك تشعر أنك أنت في بلدك وبين أهلك. الله يوفقهم ويحفظ مصر بجاه النبي، ويحفظها بشعبها وأرضها وقادتها يا رب العالمين. أولا اتشرفت بوجود حضرتك معانا النهاردة، وكل التحية لحضرتك، كل التحية لأهلنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وللشيخ محمد بن زايد، ولكل شعب دولة الإمارات العربية. لك كل الشكر، كل المودة على محبتك لمصر، وعلى دعمك لمصر، وعلى كمان المساندة لمصر وشعبها. شكرا شكرا يا استاذ، الله يوفقك ويحفظكم، ونلتقي ان شاء الله عن قريب ان شاء الله. تحياتي للجميع. شكرا جزيلا، في رعاية الله. فاصل وعود لحضراتكم.